قلت له اسمه ايه؟ اسمه محمد السداد. ده بيشتغل ايه ان شاء الله؟ ده بيشتغل ربيط في محلق قطن بتاع واحد خواجه. واخت مراتك ميلاله؟ هتبقى ميلاله ازاي؟ ما انت عارف انها متجوزه واحد بيشتغل في السلطه، بس هو شايف نفسه شويه كده وفرحان. اهو اهو هناك اهو. راح فين يا جدعان؟ اني؟ ايوه انت حت امك. انت حلوه قوي يا خالتي. ليه؟ وامك مش حلوه؟ هي اللي عدمت نفسها من الفكر، مخها شغال على طول ما بيبطلش. انا عارفه هي بتستحمل دماغها دي ازاي. يلا عشان عندنا شغل. مش عاجبك كلام اللي انا قلت ما تعتبش عاده من البيت ده، يعني ما شوفتش خلقتك في الناحيه. مش نفهم بس ايه اللي حصل يا معلم؟ انت بتستهبل على امك؟ قلت ما تجيش هنا يعني ما تجيش هنا، عمل لي فيها شاب طرب وجاي تستهبلنا؟ ايه؟ شافنا تراطير هاد؟ يا معلم انا جاي هنا زبون. بناقص واحد اخويا، اهل البيت مش عايزين يستنفعوا منك، قدامك 100,000 خماره في البلد، اربع في اي واحده وتدرمغ على كيفك، هنا لا، فهمت ولا لا؟ فاهم يا معلم. اتفضل ما شوفش خليتك. اضطر انت تتحنجل لي؟ ما شوفش خليتك هنا تاني حتى امك. أعوذ بالله، ناس يا معلم عرابي تخاف ما تختشيش. مالك يا بنت؟ انت هتفضلي قاعدة كده؟ يلا ورانا شغل. في ايه يا بنت؟ ماليش مزاج نعمل حاجة. حد ياخدي فاسك على طرف؟ ما تنطقي في ايه؟ ما انت لسانك زي الفرقل. مش عارفة مالي، ماليش نفس لأيوه حاجة، عاوزة نخرج من البيت ده ونهلك. اللي يسمع كده يقول محبوس. مش حالة ما كنتش دايرة على كيفك. ده انتي يا اختي حتى ما بتدفعيناش بحق كزمة اللي بتطفحيه، زي القارعة تمدي البر. غصب عني، أنا هنا بنحس إن بنتخانق. أنا عارفة إيه السبب. اكملني اسم النبي، حرصه اتاخر عليك المره دي. صراحه ملوش حق، نصيبه لا يكون جرى له حاجه. مات؟ انا يا اختي بنقول نصيبه لا يكون جرى له، اصلها صراحه حاجه توغش. ده حتى محمد السداد رخر غطس وما نعرفش راح فين. شوف انا بنتكلم في ايه وانت دماغك في ايه. الطوفه اللي انت فيها دي اركنيها على جنب دلوقتي، خلينا متدارين اليومين دول. وبعدها يا اختي بفكري في السداد بتاعك ده زي ما انت عايز. يا مثبت العقل في الدماغ يا رب، هي مش على ذمه راجل وبتحبه؟ طب عثمان وقلنا ما بتحبوش ولبسته القرون من بدري، ده هربت معاه وطفشت وهي بتحبه. احي، ما هو البعيد عن العين بعيد عن القلب، وهي عادتها ولا هتشتري؟ هي كده من صغرها تحب بسرعه وتكره بسرعه. تبقى مره نفخها طائق لمؤاخذه. الله، هي المره لما تتهنى مع راجل وتكون بتحبه تلبسه قرون ليه وتطفش منه الا اذا كان دماغها طائق؟ ما الراجل المره دي عوق وراح وقلع الدولي. الله، وجايز يكون مات، احنا نعرف حاجه؟ وهي ست ولها طلبات، تعمل ايه يعني؟ تموت نفسها. وبعدها لك يا ريا، يعني انت موافقه على الخبص ده والمشي البطل؟ مش معنى الكلام اني موافقه، بس اني بنفهمك عشان مش كل يوم والتاني تنطلي بحدوته سكينه وتصحيني في نصاص الليالي على محدثه عن سكينه. اهي كل حاجه اهي بقت زي الشمس على عينك يا تاجر قدام نوادرك. ولا محدثه على دياوله، الواد ده لو هوب هنا تاني هتبقى نهايته. طب خليه يجي عشان تبقى اخر ايام قصه الشاطر حسن وسكينه العاشقه. سداد، محمد سداد. سكينه، انت فين؟ خلاص قطعتني؟ مش بايدي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل الفتوه اللي انتم موقفينه على باب البيت عربي مستحلف لي لو قربت من باب بيتكم. ليه يا اخويا، انت عملت له حاجه؟ ما دوستلوش على طرف حاجه كده من الباب للطاق، فقلت بقى يمكن هو كمان عاشقك وبيغير عليك او حد زقه عليا.
رايع فين يا امه؟ مالك يا بنت داخله كده زي زعابيب امشير؟ هي هنا ولا فوق؟ ستي ستي امك فين يا بنت؟ فوق. انا جعانه يا ستي، امي بتقول لك وكليني. اوكلك؟ اوكلك من ايه؟ مش لما اكل نفسي الاول؟ اجري يا بنت لفي لك لفه بره على ما الاقي لك حاجه تعض فيها. يلا يا بنت امشي. انت مش كان معاك رغيف؟ وديته فين؟ عايز منه ايه يا ام؟ ماليش دعوه بالبيت وباديها ومش هديهولك. طب هتنصه؟ يعني اسيب لك المطرح ده بدل ما تقولي لي خد يا ابو العيله غموس؟ مش هديهولك يا ام، ده انا موفره من طاقه الغدا، مش هديهولك. اقصى عليك يا ابو العيله كده، تستخسر في امك يا ام. ما تعمليش معايا كده، مش هديهولك، انا مش هديهولك. خلاص عنها ما طفحت البت بديعه. طب هات ربعه. جوزك ماله ومالي تاني يا ريا؟ عمل ايه يا سكين؟ بلاش امور اللاوعي دي معايا، انت عارفه كويس قوي اللي عمله مع محمد. محمد ده يطلع ايه ده؟ محمد السداد اللي بيجي هنا، بيجي هنا عشاني، عشان خاطر سكينه حبيبته. ايه بقى اللي مزعل جوزك وحرقه؟ تاني يا سكينه، ما قلنا يا اختي مش عايزين الحاجات دي هنا، مش عايزين مشاكل. اني حره؟ ده اني حتى جوزي يا اختي عمر ما منع عني حاجه اني عاوزاها. انت وجوزك حرين مع بعض، لكن البيت ده له حرمه وليه اصول. كل واحده محترمه، نحب نمشي بالاصول. اصول؟ شلاه يا اصول. بأمره ايه يا اختي؟ بأمره الخمره ولا الحشيش اللي بتقدموها للزباين؟ لا هو احنا اول الناس ولا اخرها؟ ما الخمرات والغرز مالين الدنيا، ولا هي جت على الغلبان؟ كله كوم، وان جوزك يدوس للراجل بتاعي على طرف ده كوم. مش هيقعد ويعمل لي بواب، يدخل اللي هو عايزه وما يدخلش اللي مش على مزاجه. مش حسب الله اللي عمل كده، ده عرابي. احنا يا اختي مالناش دعوه، روحي اصطفلي معاه. انا افتكرت الراجل بيرخم عليك وقلت نتصرف معاه. كداب في اصل وشك، انت عارف كويس قوي ان الراجل بيخش وبيخرج زيه زي ايها زبون، وبيدفع على الحساب يا حبيبي على داير مليل. ما تبطلي يا ولية امور المسخره اللي انت فيها دي، ومحدش قادر عليكي ولا ايه؟ وتقدر عليا ليه يا طلعتي؟ لك عندي ايه؟ عربي بتاعك ده اللي انت كاريه عشان يضربه؟ اني اللي بندفع اجرته من شقايا؟ بطلي هالفاط يا مران. اني اللي بنهلفط يا حسب الله؟ خلاص دلوقتي طلع لك حس وبقت بتعرف تتكلم زي المعلمين؟ اني معلم غصب عن عين اللي خلفوكي. اطلعي فوق يا بنت انت، وانا ليه صرفه معاكي؟ الله، ما انت كمان شادد عليها قوي يا حسب الله، ومنعت الراجل بتاعها يخش البيت. ده لا مؤاخذه، مش الراجل بتاعها، الراجل بتاعها سافر ولسه مرجعش. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما هو برضو كمان محدش عارف ان كان حي ولا ميت، ودي برضك ست، ست من لحم ودم. لحم ودم تلبسنا قرون؟ جرست مريم، ده انا جايلك وانا متاكد انك بتعرفي في الاصول وما يرضكيش اللي بتعمله صاحبتك ده. وانت عارف كمان ان سكينه زعلها على باب مناخيرها وما بتجيش بالعافيه. واني بقى بصراحه مش عارفه انت ليه حاطط نقرك من نقرها. قالي هحط نقري من نقرها ليه؟ ده مهما كان لا مؤاخذه اخت مراتي ولازم اشيلها على راسي. بس انا بقى كمان براعي اكل عيشي ولازم احاجي على سمعتي. اللي انا شايفاه كده ان انت عمال تكاره فيها من كل ناحيه. ما تريحها وتريح نفسك وتجيب من الاخر. ادي قربت يا ست الكل. شوف الراجل. طب ما تقول يا راجل اللي عندك. شوف يا ست، بيقولوا سلامه في خير وخير في سلامه، واللي بتعمله صاحبتك ده لا مؤاخذه ما يرضيش راجل حر زيي. وايه الحل؟ يا شيل هي يا شيل انا، يا اما تقعد، بس لا مؤاخذه انا اللي ماشي المركب وبكيفي. واخوها مش شريك معاكم؟ ابو العلا شريك؟ ابو العلا امها لا مؤاخذه وجاريه بالشغل واخده اجرته. يعني انت بقى مش شايف غير كده؟ غلطين غلطين يا ست مريم لو انا غلطان. هقول لك ايه، نشور صاحبه الراي ونرد عليك. وليه بس نخبطوا فيهم ويخبطوا فينا؟ الطيب احسن. قصدك ايه؟ قصدي يعني نكسبهم في صفنا، مين عارف مش يمكن في يوم من الايام نبقوا نسايب. ليه؟ انت خايف منهم؟ لا انا ما نخافش غير من اللي خلقني، انا خايف عليك انت، انت عايشه معاهم لوحدك مالكيش ظهر. خلاص تبقى انت ظهري. بصفه ايه؟ بصفه الراجل بتاعي.
هو انت مش بتحبني واني بنحبك؟ ايوه. خلاص يبقى تحط ايدك في ايدي ونقف لهم. انت كده بقى ناوي على عركة. ليه؟ انت مش قدها؟ دول معاهم فتوة الحي، يعني اللي هيقف قصاده يا قاتل يا مقتول. ما انت لو صحيح بتحبني ما يهمكش منهم، وتجيب كرش اللي يقف قصادك او هو يجيب كرشك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مجنونة. اني مجنونة يا راجل يا جبان؟ ده انت ما حتى ما قلتهاش بالكلام نعمل ونخلي ونسوي، ده انت الكلام بيخوفك وخليك تترعش بقى. كل ده يعني عشان خايف عليكي؟ انت بتخاف على نفسك؟ ده انا كنت مخمومة فيك واديني كشفتك. من يوم ورايح انت من طريق واني من طريق. تعال بس اسكينة اوعى تلمسني، انا اعملك حلاوة الموسم ونفرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. يلا يا اخويا وريني عرض قفاك. قال بيحبني قال جتك داهية في جبنك. وقال لك بقى سي حسب الله انه عايز يفضها يعني؟ عنده حق يا سكين، شيل ده من داير تحت عند. خلاص يديني حق على داير مليم. ليه يا بنت؟ هو انت مش قادره تشيلي؟ اشيل منين يا اختي؟ هو كان مخليلي ده كان شفتني اول باول. هو انت ما كنتيش بتاخدي منه فلوس؟ يا حسره انا اللي يفرقوا العويل يسفوا دول يا دوب على قد الخمره. داني مش قادر نشتري حته ذهب نعلقها في ايدي ولا في رقبتي زي النسوان. خلاص اطمني يا بنت، اني هنقعد معاه ونحاسبه بنفسي، بس بلاش انت تحضري. ليه بقى؟ عشان نعرف نجيب لك حقك من غير مشاكل وخناق. اللي تشوفيه بس هو ده اللي كان عايزه من زمان. حسب الله كان في جره وطلع لبره، اول ما دخل حياتي انا واختي كان عامل زي القطه المغمضه، دخل بالمسكنه وادب القرود وفضل يتدحلب لحد ما اتمكن، واول ما جري في ايده القرش طلع نابو الازرق اللي كان مخبيه. يعني امشي حصول على في رمضان. انا قلت لك عبد العال ماليش نفس، ماليش نفس لاي حاجه. طب ايه رايك كان احنا نعزمك؟ انا نعرف مطعم قريب هنا بيعمل طبيخ زي الشاه، هتلحق سبع كرات. ماليش قادر يا جدع، ماليش قادر على اي حاجه. في يا محمد مالك؟ ايه اللي جرالك؟ ايه اللي حصل؟ الحب يا عبد العال. ايوه على الحب. يخرب بيت المهلبيه بالزبيب. بقى اللي عامل فيك كده سداد هو الحب. بس انا نعرف انك راجل مادع بتحب النسوان، والمره اللي بتحب توقعها بتوقعها. الا دي يا عبد العال، الا دي. انا كنت فاكر نفسي زي ما انت بتقول كده لحد ما لقيت نفسي متعلق في حبال دايبه. تبقى هي هي المهلبيه بالزبيب. استاهل. سكينه يا عبد العال، سكينه. سكينه يا عبد العال، سكينه. دي نعرفها؟ ايوه يا جدع. مش فاكر البنت اللي انا قلت لك شفتها بترقص في قهوه وبعد كده فتحت بيت هي وجماعه قرايبها؟ اه ايوه ايوه. قلت لي انها بنت جدع بتحبك، وانا قلت لك انها مش من وقمك. لقيتها مره واحده كده قلبت عليا وقالت لي مش عايزه نشوف وشك تاني. لا من باب الطاق من غير لا يحمر دستورك. لا هي كانت عايزاني يعني نقف معاها قصاد جوز اختها والفتوه بتاعهم. سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي. عايزك تبقى راجلها. بس انا ما بنحبش الخناق والبهدله، ودول ناس وشهم مكشوف وشضاليه ومحدش يقدر عليهم. طب وانت ما فهمتهاش ده ليه كده؟ انت وهي كده في الرواق. هي حكمت رايها كده من غير ما تشوف. انت ما عرفتش تقيسها يعني؟ يا ابني النسوان دي مخها قد كده، قد زبده الحمام، وبالكمال حلوة يا بالكلام الحلو تخليها زي العجينه في ايديك. واسالني انا نقول لك النوع ده ما يجيش غير بالسك على فوق او بالحيل. لا يا عبد العال مش دي، سكينه دي شعله نار ولعه، فرس حرنانه زعلها على باب مناخيرها. يعني بتنشن بتنشن. انت مالك مالك ومالك؟ حب على قدك، حب من توبك من وقمك. غصب عني يا عبد العال، القلب وما يريد، الحب غلاب. بنحبها يا محمد عبد العال، بنحبها. بنحبها يا محمد عبد العال، بنحبها. هو بعدين هتقعد بقى كده مهموم ومغموم وشايل عبد القادر؟ مانيش عارف نعمل ايه. ما رحتلهاش ليه؟ ما رحتلهاش ليه وصالحتها؟ ده الدوي على الودان امر من السحر يا كروديا. رحت لصاحبة القهوة اللي هي صاحبتها عشان تكلمها لي يعني. قالت لي انها خلاص سكت من ناحيتي، ولو شافت وش تاني هتقطع رقبتي بالسكينة. ده نار مدحس، ده بينها وليه عيانة بدماغها. عارفة يا محمد
انا الولاد دي لو عاد يعني انا كنت رحت لها وكلمتها ورجعت الزبيب للمهلبية. تقدر عبد العالم؟ بس مش مع النوع ده. النوع ده من غير وش ما يستاهلش الزبيب. وبعدين يا عم انا خاف على نفسك، تقف تدب السكينه في بطني ولا تخبطني بخشب تصيح دبني. عشان خاطر صاحبك عبد العال، عشان خاطري جميلك ده انا هنشيله فوق راسي من فوق. طب محمد انا مش مستغني عن عمري. وهي هتعمل لك حاجه انت ليه بس؟ انت فاعل خير. نلف لك سيجاره؟ امال خلصوا اكل. ولك كمان عندي سكراية على حسابي. طب والغدا اللي بناكله ده؟ عندني. يا ساكنة فين يا قال؟ أنا هنقول لك على العنوان. انت تعرف الجدع اللي دخل ده؟ ولا عمري شفته. انت خينا اللي طالع. في حاجة؟ استنى عندك. طالع فين؟ الحالة دي طالع فين؟ ما هي مش وكالة من غير بواب. هو ده مش بيت حسب الله وسكينة؟ اشمعنى؟ تخش لي قافية تطلع مين بسلامتك؟ أنا المعلم عرابي الصامعي في توة الناحية دي كلها. أنا مؤكل من سيدي المعلمين عدم المؤاخذة اللي بعرفك جالك. ما تيجي نطلعوا كده ناخدوا كاسيه مع بعضينا. طشك اتفضل. دي مش عزوة مراكبية، دي عزوة مجاعة. كتاب بتقري من عنوانه. اسم الأخ ايه؟ محسوبك عبعال صاحب كوباية. وليه صاحب مجدع كده ما يتخيرش عنك أبدا. وصف لي المطرح هنا وقال لي إن القعدة فيه تستكيف تهدي المزاج. ما كدبش عليك، اطلع انت شوف. طب بالاذن يا معلم. اذنك معاك يا مجدع. ايوه كتامة كانت مشاركاهم في الشغل. صلاة النبي احسن. وبعدين ايه اللي حصل؟ كل واحد راح لحاله. وما تعرفيش حالها ده راح فين؟ ما نعرفش، يمكن اختها رايا هي اللي تعرف. تفتكري رايا هتقول لي؟ الله. هو اهدى، هو انت عايزها ليه؟ استنى شويه مالك كده؟ اموت في المهلبيه بالزبيب. ما احنا مش فاتحينها دكانه حلواني يا روح امك. انت بتدور على ايه هنا؟ ده بيسال على الست سكينه. عايز ايه من سكينه يا حضرة؟ لازم حضرتك اختها الست رايا. هو انت ايه بقى العباره؟ معايا امانه لاختك من جوزها. ايوه هو لسه عايش؟ امر الله. هاتها نوصله برضه. لا اصل هو بمصيني يسلمها لها من ايدي لايدها. فلوس؟ يبقى هي تقول لك. وهو راجع امتى؟ عيب عينك. لو انت ما كنتش بتشتغل معاه؟ انا خلصت وجيت. بس انت مش هتعرف تشوف. ليه؟ على مؤاخذة ما تتكشفش على رجالة. لو أنت الصادق ما بتطقش تشوف خلقتهم. أصل دي عدم المؤاخذة أمانة من جوزها ولازم نسلمها لها. ما بنقول لك هاتها نوصلها له. خوريا. روحي هات لنا إزازة زبيب وهات لنا أكل. عايز تاكل إيه؟ هات شالك الفلوس دي، روح هات لنا حجرين وحط طويله. حاضر. ايه خدت الفلوس منها ليه بس؟ عدم مؤاخذه مع شطان وضايع من الجوع. ما احنا هنأكلوك ونشربوك ونهننوك ونودوك لحد الغندوره اللي انت عاوزها. بتقول ايه يا روح امك؟ بقى انت بقى يا اخويا جايلي من طرف عرة الرجاله محمد السداد؟ طب اقول لك ايه؟
اما تشوفه بقى يا حبيبي ابقى قول له سكينه بعتها لك دي. الله الله اهدي اهدي، في صحيح حلوه وعافيه، انما عدم المؤاخذه مش كل الطير اللي بتاكل لحمه. انا راجل جدع ومحبش حرمه تمد ايدها عليا ولا هتمد. انت عايز ايه؟ اهو كده كده نتفاهمه. ما تشوف لنا حد نبعتوه يجيب لنا ازازه كده عشان نعرف نتكلمه. تعجبني يا ولد، انت باين عليك اجدع من صاحبك، وانت طلعت احلى من كل اللي قالوا عليك. قالوا انا جاي وسط خير عشان ترجعوا. انت بترجعلوش، ده ما يستهلكيش. انت محتاجه راجل متع يقف جنبك ويحميكي، انما عدم المؤاخذه السداد خرع خرنج كبنش. ده انا سايبه بيعاد زي النساوين. دي كنت ماشيه معاه ازاي؟ اكيد كل مره بتبقي شاربه وما انتش دريانه بروحك. يخرب بيتك، انت طلعت لي منين يا ولد؟ هموت في المهلبيه بالزبيب.